محترم جناب قاری عطاء الرحمان عابد صاحب، محترم جناب قادری قاری ادریس آصف صاحب، محترم جناب قاری ابراہیم قاسی صاحب کی تلاوت کو سننے کے لیے شدت سے منتظر ہیں، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوا چاہتی ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں تلاوت کلام پاک کے لیے اس عظیم قاری کو جس کی آواز وطن عزیز پاکستان کے کونے کونے میں گونجی اور ہزاروں لوگوں کے سینوں تک، ہزاروں لوگوں کے دلوں تک اور ان کے کانوں تک قرآن کا پیغام پہنچایا۔ میری مراد دور دراز کا سفر طے کر کے آنے والے پاکستان کے عظیم قاری جناب قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب ہیں۔ میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی پیاری نورانی رسیلی آواز کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت پیش فرمائیں۔ جو حضرات باہر پھر رہے ہیں، دائیں بائیں کھڑے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ محفل کی نسبت سے آپ تشریف رکھ کے سکون سے بیٹھ گئے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم
ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل كما وقل إني أنا النذير المبين. كما فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ف
فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سبحانه وتعالى عما يشركون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى سبحانه وتعالى عما يشركون. ولقد نعلم أنك صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا
سبحانه وتعالى عما يشركون ولقد نعلم أنك صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا خلق السماوات والأرض.
خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون صدق الله العظيم.